وهلأ مع نور الدين أمين من العراق مستمرين بالتحدي الأول تكريم بس بأسلوب الناقد السينمائي. منو بينا ما يعرف هذا اللوغو؟ باتمان، الشخصية الخيالية من الأكثر شهرة في العالم. ولد باتمان في عام 1939 على صفحات القصص المصورة، ومن اختراع قلم بوب كين وبيل فينجر، وانتشرت الشخصية بسرعة ووصلت للعالمية حين صدور فيلم باتمان عام 1989. وبعد مرور 5 سنين على صدور هذا الفيلم تغيرت حياتي بالكامل، والفضل كله يعود إلى والدي الدكتور أمين الشيخ لي رحمة الله عليه، لأن كان أول فيلم كامل أشوفه بحياتي. وأذكر كل الأسئلة البريئة اللي سألت لها: هل دا أشوفه حقيقة؟ زين شنو يعني ممثلين؟ زين منو يعني المخرج؟ كل هاي الأسئلة جاوبني عليها ونقل لي حبه للسينما وصناعة الأفلام، وصرت عاشق مثله للفن السابع. الفيلم أثر علي بشكل كبير وخلاني أتخيل والدي كشخصية بروس وين الطبيعية، وشخصية باتمان الخارقة اللي حارب الشر ويحمي عائلته. والفضل يعود إلى إخراج تيم بيرتون المميز وتمثيل مايكل كيتون الرائع، واللي قدر يقنع أجيال كاملة أنه إنسان عادي يقدر يكون في نفس الوقت سوبر هيرو. وهذا الفيلم الوحيد اللي ما أقدر أتعامل وياه كناقد سينمائي وأقيمه، لأن كل ما أشوفه يرجع لي ذكريات حلوة ويخليني أشكر أبويا من كل قلبي لأن زرع حب الأفلام بي منذ الصغر. مساء الخير نور الدين. مساء النور. وتحية لروح والدك نفسه بالسماء أكيد. شكرا. نور الدين رح نبدأ مع فايا. فايا، قدي نجح نور الدين بعامل التأثير؟ جداً جداً، يعني لأبعد الحدود. أنا أثر فيه الفيديو، وأكيد والدك فخور فيك ويلي عم تعمله اليوم. وبدي أقول عن جد يعني أحلى شيء أنك ما قدرت تقيم الفيلم، أنه عن جد إحنا أحياناً هالقد شيء بيأثر فينا كأطفال، ومنبني مسيرتنا وعملنا وحياتنا كلها على هالقصة. فكتير حبيت الفيديو. أشكرك. شكراً. يارا، شو رأيك بالأسلوب يلي اعتمده نور الدين بالفيديو تيجمع بين موضوع التحدي والفئة؟ دايماً أسلوبه لنور الدين مميز ومتطور، وبيجذبنا دايماً أنه نضل ملاحقين شو رح يصير. الفيديو كمان جداً مؤثر، الله يرحم بيك. رائع، ما فينا نقول غير هيك. أشكرك. شكراً يارا. وائل، نور الدين كان على المستوى المطلوب للمنافسة على اللقب؟ أكيد. نور الدين فيديوهاته زي ما قلنا يعني هي من نص المسابقة وهي في تحسن وتطور ملحوظ جدا. ما عنديش أي تعليق طبعا، نفس التعليق اللي انت مواظب عليه، حتة ان انت بتحط نفسك جوه الفيلم بنفس الألوان بنفس التون بتاع الصورة، ما بنحسش ان انت بعدت قوي. انا النصيحة الوحيدة اللي اديها لك، انا طبعا تأثرت بالموضوع، بس لما تيجي تحكي حاجة ايموشنال او حاجة عاطفية حاول ما تحكيهاش بنفس طريقة النقد اللي انت بتحكي فيه عن اي فيلم. انا طبعا عارف ان الكلام طبعا اكيد صادق وكده، بس انا بقولك يعني حتى اذا خدت بالك في سمر لما عملت الفيديو بتاعها كان وهي بتتكلم طريقتها اتغيرت، الايموشنز بتاعتها اتغيرت. فحاول تفرق ما بين الناقد والانسان في الكلام وانت بتتكلم عشان الناس تعرف انت بتحس بايه. طبعا كلنا اتلمسنا وربنا يرحمه، وبجد انا فخور انه حد زيك واقف قدامي دلوقتي. اشكرك. شكرا. هو ما بين الايموشنز تبعه لانه كان مفكر حاله باتمان، ما هيك؟ برافو. نحن بانتظار اكيد علاماتكم نور الدين. نحن ما رح نشوف العلامه الا لنهايه التحدي. وانا ما بدي اسالك سؤال، قد ايه هيك حاسس بالمية معقول تفوز باللقب؟ يعني احساسي ان شاء الله افوز باللقب، خلينا نقول 60%، بس فرحان لان اهلي جوي وصديقي من الاردن بيشجعوني فبيعطوني حماس. تحيه لاصدقائك اكيد. شكرا لك. Dreamers of dreams.